السادس عشر وأول محطة، ومن ثم سننتقل لميلانو لتكون محطة تانية هذا العام. يعني هذا جهة دار البيضاء، جهة عفوا الرباط السلاكنيترا راح تكون هي ضيفة الشرف. بالنسبة للزائرين يعني حنكون شهر يونيو، طبعا هذه استراتيجيا تاريخ مزيان لأنه تتسويت بعد من بعد حيمشوا المغرب للإجازة، فطبعا يعني حيشوفوا الليزوفر وينزلوا مباشرة على المغرب بعدين، وإن شاء الله يعني ياخذوا القرار في المغرب. لا هي هذه ستيونانيماسيون، يعني نحن مثل ما قلت لك عام الماضي كان عندنا جهة أخرى، يعني هذه طبعا نحن المعرض هي همزة وصل بين الجالية والمغرب، ودائما يعني يجب علينا كمنظمين بالإيفينمونسيال بالحدث يعني نكون في نوع من التنويع، ستيونانيماسيون فقط يعني، وطبعا مفيدة جدا، مفيدة للجهة ومفيدة للزوار. لا نحن عندنا حملة إعلانية وإعلامية زمان طبعا، وهذا المعرض ودائما يعني اليوم قليل انه يكون في حدث في 30 40 الف زائر في ويك في يعني في 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 حدث واحد يعني، وهو سمات معروف الحمد لله. ونحن يعني دائما نحترم طبعا شركائنا، نحترم اول شيء المشاركين معنا لانه اعطونا الثقه ديالهم، ودائما كنا على يعني برهن اشاره الناس كلها يعني، والحمد لله يعني هذه يعني من دون بكل تواضع يعني احنا يعني بناخذ بعين الاعتبار انه عندما شركه عقاريه يعني هي تلتزم معنا تعطينا الثقه، يعني يجب علينا ان كمان نلتزم معهم. نتمنى انا هالاحصائيات شفتوها وانا عندي ثقه باذن الله الجاليات الاجيال الجدد دائما على التواصل مع الوطن الأم، أولا لأنه في عندهم علاقة شخصية بالمملكة المغربية وطبعا مع صاحب الشلالة، والحمد لله البلد هذا المغرب نموذج، أنا أعتقد هو نموذج بالعالم وخاصة بالعالم العربي، وعنده يعني رؤية من الخارج ممتازة أكثر من ممتازة. دونك المشاركه ديالو مع ريد سماب ايمو اباري كتجي في اطار يعني استراتيجيه ديال الجروب العمران فيما يخص التواصل مع الجاليه المغربيه خارج الوطن، واللي في حد ذاتها استراتيجيه يعني كتماشى مع الاستراتيجيه العامه ديال الدوله فيما يخص هاد 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 لاسيبل هادي، وبالتالي فالعمران المشاركه ديالو يعني غادي تكون من خلال يعني واحد الرواق اللي غادي يجمع مجموعه ديال الشركات الفرعيه ديالو اللي غتقوم يعني بترويج المنتوجات ديالها وغتحاول تعطي جميع المعلومات فيما يخص يعني المنتوجات ديالها على الصعيد الوطني. المشاركه هذه السنه هذه كتميز يعني بالمشاركه ديال الجهه ديال الرباط سلا قنيطره كضيف ديال الشرف. هذه الجهه بالضبط يعني العمران كيتميز بانه عنده واحد المجموعه ديال المنتوجات على الصعيد ديال هذه الجهه، وبالتالي غتكون مشاركه يعني يعني مزيانه فيما يخص التواصل ديالو. حاجه اخرى وهو انه يعني العمران يعني كيبادر يعني شاك فوا اللي كتاح له هذه الفرص هذه باش يشارك يعني مع الـ مع الـ مع الـ يعني المنظمين ديال ديال المعارض، ولكن حتى العمران كيقوم بواحد المجموعه ديال المعارض ديالو شخصيه. فاللي كتسمعوا ان العمران حاليا يعني انضم للمره الثانيه لمعرض العمران اكسبو على الصعيد الوطني، واللي هذه السنه هذه ان شاء الله تكون واحد ديكليزيون ديالو على الصعيد العالمي، لان كنا قبل كنعملوا واحد الجولات في الدول الاوروبيه في القاره الاسيويه وكذلك بالنسبه لكندا. هذه السنه ان شاء الله غادي نقوموا بما يسمى بالمعرض ديال العمران الخاص بالجاليه المغربيه، واللي غادي هي واحد سته ديال المحطات، اربعه غادي تكون في اوروبا، وحده غادي تكون في الشرق الاوسط اما دبي اما ابو ظبي، وحده غتكون ان شاء الله في كندا. وهذه كتجي كتوج نوعا ما كما قلت في البدايه يعني الاستراتيجيه الكبرى ديال المجموعه فيما يخص التواصل مع الجاليه. داكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الاختيار ديال مدينه الرباط كان اختيار يعني ملائم وجاف في المحل ديالو، لانه الرباط هي عاصمه الانوار، مدينه الانوار عاصمه البلاد، ويعني الرباط عرفت واحد التقدم
تخدم بجميع الميادين خاصة في الطرق وفي المنشآت العمومية، وهذا الشيء يعني كيفرح السكان ديال المدينة، وكل عام كيكون اقتراح ديال المدينة يعني معينة في هذا المعرض هذا، واليوم اختيار ديال الرباط يعني جا في محله وفقته ميزان ديالو. حنا كفيدرالية حنا يعني شريك أساسي لهذا المعرض هذا، هذا المعرض منذ سنوات منذ سنين، والأعضاء ديالنا الأغلبية ديالهم كتشارك في هذا المعرض هذا، وهذا المعرض كيكون واحد فرصة ثمينة جدا للقاء ما بين المغاربة المقيمين في الخارج، وخاصة الجيل الثاني والثالث اللي باقي عندهم روابط شديدة وصحيحة مع الوطن، عندهم يعني حنان على الوطن، على الوطن الأم، وكيجيو للبلاد وكيعاونوا الاستثمار في المغرب، ودي مسألة مهمة جدا، وخص السلطات ضروري تنتبه لهذه النقطة هذه وتعامل لهذاك يعني الطبقة المغربية الجالية المغربية العاملة في الخارج واحد حسن المعاملة، وتشوف المشاكل اللي كتعاني منها وتجاوب معها وتحاول ترضيها يعني بجميع الإمكانيات اللي عندها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.